شو الترتيب اخواتي؟ هاي جرعتكم اليومية من الانترنت وفيديو جديد، يلا نبلش. صدمت هذه الشاحنة بالسوائق ولم يصب أحد بأذى بفضل معدن الشاحنة الذي يبعثر الكهرباء. This person walked out of their vehicle and assembled that wheelchair. I have nerve damage in one leg, sir. I can walk. Fair enough. هناك حالة يمكن أن تعاني منها بعض النساء وهي انتفاخ الأرجل بعد الولادة، وفي الحقيقة أنه مجرد تورم شديد في الساقين. سيقوم هذا الشخص بشيء محترف للغاية، وأرجو ألا تحاول تجربته في المنزل. كانت هذه المرأة في زيارة للقارة الآسيوية ولاحظت أن جميع متاجر الملابس ذات الحجم الكبير لها نفس الاسم. استغرق الأمر بعض الوقت حتى أدرك هذا الحصان أنه لم يكن يرتدي اللجام. يا للمسكين. هذا الشاب يشبه تماما المغني المشهور إد شيران، وهو يحب الذهاب إلى حفلاته، وعندما رأوه الناس بدأوا بأخذ الصور معه. كم هو جميل أن تشبه بعض الفنانين. أجل، مرت باريس مؤخرا ببعض الاحتجاجات وأعمال الشغب، ولكن الناس يبدو في الغالب أنهم غير منزعجون. عاد هذا الأب إلى المنزل وأمسك بالمسحة التي أقامها له ابنه، فطلبت منه زوجته العودة والتظاهر بأنه لم يرها. تم التحرش باستمرار بهذه الفتاة من قبل حصانها، وقررت أخيرا أن تمنعه من ذلك. هيك وصلنا لنهاية الفيديو، بتمنى تكونوا استمتعتوا، بشوفكم بفيديو جديد، لا تنسوا الاشتراك بالقناة والسلام. الروابط المستخدمة في هذا الفيديو تجدونها في الديسكريبشن ورابط الفيديو الأصلي أيضا.